الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم إلى الله أقرب، كل عام وأنتم إلى الله أتقى. أهلا بكم في واحد من الناس في هذه الحلقة الخاصة جدا والاستثنائية جدا في ليلة يوم عرفات، يوم المرحمة، يوم عرفات، اليوم الذي يتجلى الله فيه سبحانه وتعالى إلى أهل عرفات ويباهي الملائكة فيقول: انظروا يا ملائكتي، هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا، أشهدكم إني قد غفرت لهم. ما أجمل هذا اليوم العظيم، والجميع يصدح لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. في هذا اليوم وقف الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام مخاطبا أهل عرفة: إن أموالكم وأولادكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم بالإسلام دينا. صدق الله العظيم. كانت هذه آخر الآيات الكريمة المباركة التي نزلت على الرسول الكريم وخطب خطبة الوداع، والتي جاء فيها منهاج عظيم لكل المسلمين، واختتمه: ألا قد بلغت اللهم فشهد. إنه يوم عظيم نحتفي به في واحد من الناس في حلقة خاصة واستثنائية جدا بضيوف كرام أجلاء، ضيوف أعزاء جاءوا معنا لنحتفي ونحتفل بهذه الليلة المباركة إن شاء الله. فاسمحوا لي أن أرحب بفضيلة العالم الجليل الشيخ مصطفى عبد السلام إمام مسجد سيدنا الحسين. أهلا بحضرتك، كل عام وأنت طيب. أهلا وسهلا إن شاء الله، يعني يوم مبارك علينا وربنا تقبل مننا صالح الأعمال. ومعنا الأخوين المنشدين يحيى وبهاء النادي. أهلا وسهلا بحضراتكم. أهلا وسهلا، كل سنة وأنتم طيبين وحضرتك بخير. ومعنا هذا الفرق الجميلة اللي مشرفانا ومنورنا إن شاء الله، واللي هيمتعونا بأجمل الابتهالات والتواشيح الدينية. مولانا أهلا بك، كل سنة وأنت طيب. أهلا وسهلا دكتور. بكرة عرفات وعرفات الله، يوم عظيم. نعم. للي موجودين بيحجوا واللي موجودين في كل مكان. نعم. فضل يوم عرفة. نعم. فضل صيام يوم عرفة. نعم. ماذا تقول في هذين الفضلين؟ نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على رسوله الكريم وبعد. كل لحظة وحضرتك طيبة دكتور عمرو والسادة المشاهدين بخير، ومصر الخير لكل الناس رب العالمين. الحقيقة يعني احنا قدام يوم هو من أعظم أيام الدنيا، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وقال كده، قال: أفضل أيام الدنيا يوم عرفة. يعني حضرتك السنة فيها 360 يوم، أفضل يوم في السنة كلها يوم عرفة. يمكن يوم عرفة ربنا سبحانه وتعالى أقسم به، والله سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بشيء عظيم. فقال الله بسم الله الرحمن الرحيم: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. فالشفع هو يوم العيد والوتر هو يوم عرفات علشان يوم التاسع. فالله سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بشيء عظيم، وأقسم به في موضع آخر في صدر سورة البروج، فقال: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. الشاهد يوم الجمعة، المشهود يوم عرفة. كون المولى سبحانه وتعالى يقسم بهذا اليوم بالكام ساعة اللي جايين بكرة حضرتك دكتور عمرو، ده يدينا انذار ان اللحظات القادمة لحظات مهمة جدا. يا ترى ليه مهمة؟ أسيادنا العلماء قالوا لنا كام معلومة مهمة جدا ادت يوم عرفة هذه المكانة وهذه المنزلة. اولهم اللي حضرتك تفضلت بيها في اول الحلقة، ان في هذا اليوم اللي هو يوم عرفة نزلت
آية من أواخر ما نزل من القرآن الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم على الدكتور حج واحدة فقط، وقف في عمره كاملا مرة واحدة على عرفات الله. وحضرته صلى الله عليه وسلم واقف على عرفات الله نزلت عليه هذه الآية. فالحقيقة دي كانت أول حيثية إدت يوم عرف هذه المكانة وهذه المنزلة. الحيثية الثانية أن الله سبحانه وتعالى يتجلى على خلقه في يوم عرفات. الله. إحنا نعرف أن المولى سبحانه وتعالى يتنزل في كل ليلة في الثلث الأخير من الليل، لكن في يوم عرفات لعظم ولجلالة ولقدر هذا اليوم الله يتنزل نهارا ويباهي بأهل الأرض أهل السماء، مش الحجيج بس، مش الوقفين على عرفات بس. لذلك لما سيدنا النبي سرد فضائل هذا اليوم، سيدنا ابن عمر قال: يا رسول الله، للمعرف خاصة؟ الثواب العظيم في هذا اليوم لأهل عرفات فقط، للمعرف خاصة أم للناس عامة؟ قال: بل للناس عامة. فهو يوم عظيم مبارك عند الله سبحانه وتعالى. علشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا في هذا اليوم الصيام، وقال عليه الصلاة والسلام: أن من صام هذا اليوم أحسب على الله جل وعلا أن يكفر ذنوب سنتين. بصيام كم ساعة يا دكتور عمرو؟ الله سبحانه وتعالى يغفر ذنوب سنة ماضية. ومن كرم المولى ومن حبه لنا وتحنانه علينا يدينا كمان عفو مقدم، عفو مقدم لسنة قادمة. وليس معنى هذا أن أتجر على الله عز وجل بالمعاصي والذنوب والسيئات أقول خلاص أنا خدت صك الغفران. هذا من بدايات حب الله سبحانه وتعالى لعبده، يقول له: عبدي أنا معك وأنا أحبك فكن في رحابي. وهو أغنى الأغنياء عنا سبحانه وتعالى. فيوم عرفات الحقيقة هو يوم عظيم، يوم مشهود عند الله سبحانه وتعالى. الله يباهي بأهل الأرض أهل السماء ويقول لملائكته: ملائكتي انظروا إلى عبادي، جاءوني شعثا، أي متعبين من أثر السفر، جاءوني شعثا غبرا ضاحين، أي مغبرة شعورهم ولحاهم، ضاحين أي واقفين على عرفات في وقت الضحى، أي منعوا أنفسهم، الذين لم يذهبوا إلى الحج منعوا أنفسهم من الطعام والشراب وظلوا واقفين يدعون المولى سبحانه وتعالى: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. الله. فهو يوم المغفرة الأعظم. إن لم يغفر لك في هذا اليوم فمتى؟ إن لم تقف على بوابة الله في هذا اليوم فمتى؟ هذا اليوم معالي الدكتور هو يوم إجابة الدعاء. الصحابة الكرام كانوا يدخرون دعواتهم ليوم عرفات. اللي عنده دعوة كان بيحوشها علشان يوم عرفة، عايز صحة يلا بسرعة، عايز رزق يلا بسرعة، بكرة أبواب السماء مفتحة، الدعاء مجاب غدا، عايز صلاح في الذرية، عايز صلاح في الزوجة، عايز صلاح في حياتك المعاشية، عايز صلاح في الدنيا والآخرة، يلا أبواب السماء مفتحة. لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وقال كده: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيين قبلي: لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. هنستمع لإيه بقى؟ تحبوا تبدأوا بإيه بقى يعني في هذه الليلة المباركة؟ الأخوين الجميلين اللي هم يعني بيجدوا دايما بأجمل الأشياء الجميلة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. هنبدأ بالصلاة على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم
صلاة النبي تملى القلوب يا حلوة صلاة النبي تملى القلوب يا يا عمي صلي على النبي تلاقي خير يا يا جمال النبي يا حنان النبي يا جمال النبي يا حنان النبي والله العظيم يا والله العظيم يا ناس مالنا غير النبي مالنا غيره هو ساكن في قلبي جواه مالنا غيره هو ساكن في قلبي جواه وحبيبنا وربنا هو شفعنا سيدنا يا جمال النبي يا جمال النبي يا حنان النبي يا جمال النبي يا حنان النبي والله العظيم يا ناس مالنا غير والله العظيم والله العظيم يا ناس مالنا غير النبي شفعنا سيدنا النبي يا جمال النبي يا حنان صلوا عليه النبي يا جمال النبي يا حنان النبي والله العظيم يا ناس مالنا غير النبي والله العظيم يا ناس مالنا غير النبي الصلاة والسلام. أحسنت، ربنا يبارك فيك، ما شاء الله عليك وربنا يفتح عليك. يعني يمكن حضرتك كنت تتكلم لسه على دعاء يوم عرفة. نعم. احنا النهاردة هوت إن شاء الله بإذن الله كلنا يعني هننوي الصيام بإذن الله ونتسحر كلنا إن شاء الله، ناويين الصيام غدا في يوم عرفة، ما عدا طبعا الحجيج ما بيصوموش بالظبط عشان طبعا اليوم وطبيعته كده. فايه الدعاء اللي تنصح بيه السادة المشاهدين اللي بكرة ان شاء الله بإذن الله؟ اولا تنصحنا بإن ليلادي يعني بعد ما نخلص الحلقة، احنا بدأنا هو الساعة 10 يعني هنخلص على الساعة 11، تنصحنا بإيه بقى من 11 لغاية الفجر؟ وتنصحنا بإيه يعني؟ دينا كده برنامج عمل من بعد الحلقة لغاية إن شاء الله ما نفطر بكرة على أذان المغرب يوم عرفة إن شاء الله. نعم، يا سلام لو بدأنا هذه الليلة دكتور عمرو والسادة المشاهدين بتوبة نصوح بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، أنوي من جوايا إني خلاص مفيش كده شكرا، مفيش ذنوب، مفيش سيئات، أبتدي توبة نصوح بيني وبين الله سبحانه وتعالى، أحاول أفتح صفحة جديدة بالنية، أبتدي من دلوقتي صفحة جديدة بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى، علشان أنا داخل على يوم مشهود، أنا داخل على لحظات المولى سبحانه وتعالى يتنزل فيها إلى السماء الدنيا وينظر إلى خلقه. ما ينفعش المولى سبحانه وتعالى يتنزل إلى السماء الدنيا وينظر إلى خلقه وأنا في غفلة، وأنا لا زال في قلبي معصية، ذنب، نية سيئة لبعض الناس. علشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نصحنا في هذا اليوم أننا نصوم، ومن صام فليس الصيام صيام بطن وفقط وامتناعا عن الطعام والشراب وفقط، صيام السمع وصيام البصر وصيام اللسان، صيام كامل عما حرم الله سبحانه وتعالى. طبعا لو بدأنا بهذه النية الطيبة المباركة، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن نية المرء أبلغ من عمله، ضروري جدا ركعتين في قيام الليل، ضروري مهمين جدا. يعني أهل عرفات الآن يعني يذهبون ويستعدون للوقوف على عرفات الله سبحانه وتعالى، إزاي أكون أنا هم سافروا إلى الحج، زي أنا أسافر إلى المولى سبحانه وتعالى بقلبي وبروحي. لذلك الشاعر يقول كده: يا راحلين إلى البيت العتيق، لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا،
إنا أقمنا على عذر وعن قدر ومن أقام على عذر كمن راح. يا سلام لو نزلنا كلنا صلينا الفجر النهاردة، يا سلام لو الأسرة كلها نزلت صلت الفجر احتفاء واحتفالا بهذا اليوم العظيم وبهذا المشهد المهيب وبهذا اليوم المشهود، هذا اليوم الذي يغفر الله سبحانه وتعالى فيه لكل خلقه. صلينا الفجر مع المسلمين كمان ناخد أجر حجة وعمرة زي ما أخبر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لو مكثنا بعد صلاة الفجر في الأذكار والأدعية وقراءة القرآن، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الذي يفعل هذا يكتب الله سبحانه وتعالى أجر حجة وعمرة تامتين تامتين، أجر عظيم في هذا اليوم. لو ريحنا شوية وقمنا بقى على الساعة 10 ابتدي يومك بقى. الكام ساعة دول مهمين جدا، من 10 الأذان المغرب اوعى يضيعوا، ما ينفعش يفوتوا. أبواب السماء مفتحة، كل الناس واقفة على باب ربنا، الله سبحانه وتعالى ينادي عليك ويقول لك طلباتك. الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم المبارك يستجيب الدعاء. علشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أننا ندعو الله ونحن على يقين أن الله سيستجيب الدعاء. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. دكتور عمرو، ما ينفعش الكام ساعة دول من 10 الصبح لحد أذان المغرب ما ينفعش يضيعوا بأي حال من الأحوال. شوف كده أقرب مسجد ليك، شوف حضرتك كده مكان عندك في البيت، أوضة، وقعد اعتكف فيها بينك وبين الله سبحانه وتعالى. والله في يوم عرفات تحقق المعجزات، والله في يوم عرفات تستجاب الدعوات، الأمور المستحيلة تحصل في يوم عرفة. الصحابة الكرام كانوا يدخرون الدعوات ليوم عرفة، وسيدنا الإمام الأوزاعي يقول كده: أدركت أقواما كانوا يدخرون دعواتهم ليوم عرفة. أنت عايز إيه؟ إيه اللي ناقصك؟ ابتدي أطلب من الكريم والله سبحانه وتعالى سيستجيب. دكتور عمرو، بعض الناس شاف الوقوف على عرفات هذه الأعداد الموهولة، وهذا يدعو وهذا يرفع يديه وهذا يطلب صحة وهذا يطلب رزق وهذا يطلب مال وهذا يطلب سعادة وهذا يطلب، فسأل بعض الناس أخا بجواره، قال له: أرأيت لو أن أحدا وقف على باب غني، أو أن كل هؤلاء وقفوا على باب غني يرجون منه دانق، يعني جنيه، أيعجز أن يعطيهم؟ قال: والله أبدا، ده جنيه، وهو أصلا في الأصل هو غني. لو أن كل هؤلاء وقفوا على باب غني يرجون منه دانق، أيعجز أن يعطيهم إياه؟ قال: بلى. قال: فإن كل ما يطلب هؤلاء من الله في هذا اليوم أهون على الله من دانق. الله سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء في هذا اليوم. السعيد من وقف على باب الله، هو يوم الدعاء، هو يوم أحب الدعاء. أحب الدعاء يا مولانا يومي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيين قبلي لا إله إلا الله محمد رسول الله. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن أفضل الدعاء الحمد لله، أنك تحمد الله سبحانه وتعالى وأنك تثني على المولى سبحانه وتعالى. قل له يا رحيم، قل له يا غفور، يا تواب، يا شافي. من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته ما لا أعطي السائلين. سيدنا الإمام علي له قصة، ويعني وأذن لي أن أذكرها يعني في هذا الموقف، يعني بخصوص وبمناسبة الدعاء. سيدنا علي كان بيحج في مرة هو وسيدنا الإمام الحسن، فشافوا رجل معلق بأستار الكعبة في هذا اليوم ينتحب ويبكي، فسيدنا علي ناداه قال: تعالى، ما بك؟ قال: والله أنا عندي مشكلة عويصة وجاي أطلب من ربنا. قال له: ايه الموضوع؟ حابب اعرف. يعني سمعه بيقول: يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى مع السقم، قد جاء وفدك حول البيت وانتبه، وانت يا حي يا قيوم لم تنم، ادعوك ربي حزينا هارما قلقا، فارحم بكائي يا رب البيت والحرم. وينتحب ويبكي. قال له: انا حابب اعرف القصة. قال له: أنا كان لي أب يأمرني وينهاني، في ذات يوم أمرني فلم أأتمر، تعبني، لطمت أبي على وجهه. قال: فغضب أبي وجاء إلى الكعبة ودعا علي. وقال الأب بقى: يا من إليه أتى الحجاج من بعدي يرجون لطف عزيز واحد صمدي، أدعوك ربي حزينا هارما قلقا، فخذ بحقي يا رحمن من ولدي، فشل بجود منك جانبه، يا من تقدس لم يولد ولم يلد. قال: فلما عاد أبي ورآني
لأني خلاص مشلول حصل، استجيبت الدعوة في الحال والتو، يوم إجابة الدعاء. قال: فلما عاد أبي ورآني حزن علي فقلت: يا أبي اعلم أنك لن تستطيع أن تقدم لي شيئا إلا إذا ذهبت في المكان الذي دعوت علي فيه فتدعو الله لي فيه أن يشفيني. روح الكعبة تاني دعي لي بقى ربنا يشفيني، أنا لا لقي لا طب ولا دواء والحكاية ما بقيتش تمام. قال له: فركب أبي الناقة وهو في الطريق وقصته الناقة فمات. فجئت أنا إلى الكعبة أشعر أنني ارتكبت جرما مع أبي وأصابتني دعوة أبي ولا أجد حلا. بس وقع في مين؟ وقع في سيدنا الإمام علي، حط له الحل. وياريت أي حد عنده أزمة يسمع نصيحة سيدنا الإمام علي ويسمع دعاء سيدنا الإمام علي لهذا الرجل المكروب. قال له: اعلم أنك ارتكبت عظيما وكذا وكذا. ثم قال له: قل معي. وقال الرجل معه: قل يا عالم الخفية، يا كاشف البلية، يا من السماء بقدرته مبنية، ويا من الأرض بقدرته مدحية، ويا من الشمس بنور جلاله مشرقة مضية، ويا من نجى يوسف من العبودية، ويا مقبلا على كل نفس زكية، يا من ليس له بواب يرجى، ولا وزير يخشى، ولا صاحب ينادى. الرجل يردد خلف سيدنا الإمام علي: ولا صاحب ينادى، ولا تزيده حوائج العباد إلا جودا وكرما، صل على سيدنا محمد واشفني. قالها الرجل فشفاه الله. في الحال والتو قالها الرجل فشفاه الله. أنا أسمي هذا الدعاء الدعاء المستجاب. خرج من سيدنا ومولانا الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه وهو في الكعبة المشرفة في مثل هذه الأيام الطاهرة المباركة. فأفضل الدعاء أن ألح على الله جل وعلا بما أنا أريد وبما في قلبي. فربنا يكرمنا وإياكم ويحفظنا وإياكم ويكبرنا وإياكم ويجعل هذا اليوم يوم الخير والسعد والهنى علينا وعلى مصرنا الحبيب. اللهم آمين. ويتقبل منا صالح الأعمال جميعا يا رب إن شاء الله، ويكتب لكل إنسان ربنا ما كتبلوش الحج السنة دي إن شاء الله يحج السنة الجاية إن شاء الله بإذن الله. تفضل يا أستاذ. هنبدأ هنقول يا رايحين للنبي الغالي، يا رايحين للنبي الغالي، يا رايح يلا، يا رايحين للنبي الغالي، هنيا لكم وعبالي، يا رايحين للنبي الغالي، هنيا لكم وعبالي، يا رايحين للنبي الغالي، هنيا لكم وعبالي، هنيا لكم وعبالي، يا ريتني كنت وياكم أروح للهادي وأزوره وبس من شوقي شباك وقلبي يتملي بنوره وحج وطوف سبع مرات ولبي وشوف من وعرفات وحج وطوف سبع مرات ولبي وشوف من وعرفات وأقول ربي كتب لي. يا رايحين للنبي النبي الغادي، الله 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 الله. يا رايحين للنبي الغالي، هنيا لكم وعبالي، الله الله.
زوجتي قد نلت كل الأراضي مهجتي قد نلت كل الأراضي هذه أنوار نبينا العربي على عرش الجمال تربع فنفى الرقاد عن العيون ولوع يا سلام بدر على عرش الجمال بدر على عرش الجمال تربع فنفى الرقاد عن العيون ولوعا أشكو الهوى فيردني متمنعا أفديه إن حفظ الهوى أو ضيع ملك الفؤاد ملك الفؤاد فما عسى فما عسى فما عسى أن أصنع يا صلاة الزين يا صلاة الزين على نبينا يا صلاة الزين يا صلاة الزين يا صلاة الزين على نبينا ومحليها يا رب القدرة مبارك فيها ليلة حلوة ومحليها رب القدرة مبارك فيها المولى دعانا وجيناكم نمدح طه فوجدناكم أحباب للزين يا صلاة الزين على نبينا يا صلاة الزين يا صلاة الزين يا صلاة الزين على نبينا يا صلاة الزين يا صلاة الزين يا صلاة الزين على نبينا يا صلاة الزين يا صلاة الزين صلاة الزين على نبينا يا صلاة حضرتك يعني اديت لنا بشاره في بدايه الحلقه لما قلت ان يعني الثواب ليس فقط لاهل عرفه وان الله عندما ينزل الى السماء الدنيا فيباهي ملائكته ويقول لهم هؤلاء عبادي جاؤوني شعثا غبرا اشهدكم اني قد غفرت لهم فالمغفره هنا مولانا ليست فقط لاهل عرفه ولا لكل من قام يوم عرفه في كل انحاء العالم هذا السؤال سأله سيدنا عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمر لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هذا للمعرف خاصة
أي للوقوف على عرفات فقط أم للناس عامة؟ فقال بل للناس عامة. حتى أن في بعض الروايات فرح قوي سيدنا عبد الله بن عمر وقال كثر خير الله وطاب، كثر خير الله وطاب. فإذا يعني لم نكن من أهل عرفات الآن فأعطانا الله سبحانه وتعالى ونحن هنا هذا اليوم العظيم، هذا اليوم المبارك، لكي نقف فيه على بوابة الله سبحانه وتعالى لنحظى بكرم الله ومغفرته جل وعلا. يعني لو حضرتك حاسس إن خاطرك مكسور في يوم عرفات والله سيجبر، حاسس إنك متعشم في ربنا خير في أمنية معينة والله في يوم عرفات سيحقق هذا، يوم تفتح فيه أبواب السماء. لدرجة إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لما شافوا سيدنا أبو بكر في آخر يوم عرفات يبتسم، فسيدنا أبو بكر قال يا رسول الله ما الذي يضحكك؟ أضحك الله سنك، يعني إيه الموضوع؟ فقال له لقد رأيت أن الشيطان يحثو على نفسه التراب والويل مما وجد من مغفرة الله لأمة محمد. الله. فهو يوم عظيم في المغفرة. لذلك احنا تعلمنا من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ان في كل ليلة من ليالي رمضان 1000 عتيق، وفي آخر ليلة من ليالي رمضان يعتق الله مثل ما أعتق في الشهر كله. لا بقى يوم عرفة سيدنا النبي يقول كده فلم يرى أكثر عتيق من النار في يوم عرفة. يعني أقدر أقول أن هناك قرب في الثواب ما بين فضل ليلة القدر وفضل يوم عرفة. هو العلماء اتكلموا الحقيقة في النقطة دي فقالوا أن يوم عرفة أفضل من ناحية النهار، لأن الله سبحانه وتعالى يتنزل فيه في نهار يوم عرفات. ليلة القدر ليلة خير من 1000 شهر، تتنزل الملائكة فيها وعلى رأسهم جبريل، ده في ليلة القدر. لكن في يوم عرفات مش الملائكة اللي بتتنزل، المولى سبحانه وتعالى يتنزل في نهار يوم عرفات. لذلك أسيادنا العلماء علمونا حاجة مهمة جدا لكل حد معرفش يكون على عرفات الله. قالوا إيه بقى؟ قالوا من فاته الوقوف على عرفة فليقم لله بحقه الذي عرفه، ومن فاته أن يذبح هديه بمنى فليذبح هواه هنا فقد بلغ المنى، ومن لم يستطع أن يذهب إلى البيت لأنه منه بعيد فليقصد رب البيت فهو أقرب إليه من حبل الوريد. الله. فهذا اليوم يوم عظيم، يوم مشهود. يا بختك يلي قدرت تقدر هذا اليوم، يا بختك يلي قدرت تقف على باب ربنا وتنسى كل حاجة في الدنيا وتقف على باب ربنا يقينا. والله في هذا اليوم تحقق المعجزات وتستجاب الدعوات. إذا يعني في من هناك حبسه حابس، يعني كان ينوي الحج فلم يقدر له ولم يعني لم يأذن الله أن يسافر، لكنه كان ينوي. وفي عندنا نوعين، نوع نوى الحج ثم انتقل إلى رحمة الله فلم يحج، ونوع آخر نوى الحج فحبسه حابس فلم يذهب إلى بيت الله الحرام. فما ثواب هؤلاء يا مولانا؟ كأنه حج بالضبط. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كده أسانيدك، وإنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. حضرتك نويت الحج وحبسك حابس أخذت الأجر بفضل الله سبحانه وتعالى، وكأنك على عرفات الله ما دام أن النية كانت صادقة. هناك بعض الناس يا دكتور عمرو يدفعهم الشوق لا ينامون من شوقهم لزيارة بيت الله الحرام ومن شوقهم للوقوف على عرفات الله. هو هنا معنا لكن روحه تطوف بين الحرمين المكي والمدني، هو هنا معنا لكن روحه عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لا يمكن أن يضيع أجره وثوابه. وقد قال صلى الله عليه وسلم دليلا آخر قاله أهل العلم عفوا، نية المرء أبلغ من عمله. يمكن الناس دلوقتي اللي موجودين معانا ويدفعهم الشوق والتحنان أن يكونون على عرفات الله هم في الأجر سواء،
نظرت إلى روض النبي فهالني جمال بدا من بعده قبل قربه فقلت إذا كان الروض منورا فما بال جوف الروض ما بال من به وما بال روض ضم نور محمد ونور رسول الله من نور ربه. وقال آخر طه البشير له أسماء أربعة محمد أحمد هادي ومعتصم وله على وجنتي خديه أربعة الورد والياسمين ثم الآس والعنب انطقت لرسول الله أربعة الضب والظبي ثم الثعبان والصنم آمنت برسول الله أربعة الإنس والجن ثم العرب والعجم لولاهما كان في الإسلام أربعة لولاهما كان في الإسلام أربعة حج ومنن ثم بيت الله والحرم صلى على خير خلق الله أربعة العرش والكرسي ثم اللوح والقلم. عليه الصلاة والسلام. هنستمع لإيه؟ تفضل. كنت أقول يا آل طه لنا في حيكم قمر. بسم الله. يا آل طه لنا في حيكم قمر يا آل بيت النبي له الحصى ناطق والبدر منقسم طه البشير وله أسماء أربعة محمد أحمد هاد ومعتصم وله على وجنتي خديه أربعة الورد والياسمين ثم الآس والعلم وأنطقت لرسول الله أربعة الضب والظبي ثم الثعبان والصنم ولولا رسول الله ما كان أربعة لا حج ولا منى ولا زمزم ولا حرم ريحف يا حاجة يم شال أطيفة ريح زور النبي محمد والكعبة الشريفة صلوا على النبي وزيدوا صلاته كان يلاقي القمر محمد وبيفهم لغاته صلوا على النبي وزيدوا صلاته كان يلاقي القمر محمد وبيفهم رايحة فين يا حاجة يا مش القطيفة
عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا النبي محمد. في هذا اليوم العظيم وضع الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام منهاجا للمسلمين في خطبة الوداع. الدروس المستفادة مولانا من خطبة الوداع، الرسائل المحمدية إلى المسلمين في خطبة الوداع. الحقيقة كانت خطبة عصماء لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنه أحس بنهاية عمره عليه الصلاة والسلام. مما قاله عليه الصلاة والسلام في هذه الخطبة أنه قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل قد بلغت؟ اللهم فاشهد. وأوصانا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة العصماء، أوصانا بالنساء خيرا، فقال: استوصوا بالنساء خيرا. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قد إيه كان حريص عليه الصلاة والسلام قبل أن يفارق الحياة أن يجعل هذه الأمة لحمة واحدة، وأن نكون على قلب رجل واحد. محتاجين يا دكتور عمرو نطبق هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام الطيبة وهذه الأيام المباركة، وأن نكون لحمة واحدة، وأن نكون على قلب رجل واحد متصافحين. العيد عندنا يا دكتور عمرو مش معناه خصومات، العيد عندنا مش معناه خناقة العيد أبدا، العيد عندنا يعني رحمة، يعني مودة، يعني صلة، يعني تسامح، يعني مصافحة، يعني عفو. يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: خيرهما الذي يبدأ بالسلام. هو ده العيد، إنك تكون فعلا تمد إيدك لمن منع يده عنك، أن تعفو وأن تصفح عما أساء إليك، والأجر سينتظرك عند الله سبحانه وتعالى. محتاجين بجد نكون إيد واحدة ونكون على قلب رجل واحد في هذه الأيام المباركة. سبحانه وتعالى يعني يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق عاد كيوم ولدته أمه. هذا حج. فيما لم يحج ماذا يفعل حتى يعود كيوم ولدته أمه؟ التوبة النصوح، التوبة وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. يقال في بعض الروايات يعني أن دار حوار بين الصحابة وبين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في الموضوع سيدنا عمر، يقول لهم: أنا أكتر واحد حسنات. سيدنا علي أسلم في الأول، سيدنا أبو بكر أسلم في الأول وعانى مع رسول الله معانا، سيدنا عثمان فعل كذلك. سيدنا عمر يجي يقول لهم: أنا أكثركم حسنات، ولسان حالهم: يا عمر أنت في الإسلام ابن مبارح وجاي تقول أنا أكتر واحد حسنات؟ إحنا جهدنا وقفنا مع سيدنا وضحينا بأنفسنا وبأموالنا. فراحوا لسيدنا النبي: يا رسول الله، حصل كيت وكيت وعمر يقول أنا أكثركم حسنات. قال: لأنه كان أكثركم سيئات في الجاهلية، فبإسلامه وتوبته بدلها الله إلى حسنات. الله، ما تقلقش حتى لو السيئات كتيرة، بسرعة أقف على باب ربنا والله تبدل حسنات. مش هتغفر بس، هتبدل حسنات. الله سبحانه وتعالى أكرم وأعظم سبحانه وتعالى. بحسن الظن يعطينا الله سبحانه وتعالى المستحيل. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك تعلم ما لا نعلم، إنك أنت الله العبد الأكرم. إحنا ممكن بقى نختتم بكلمات العيد الجميلة كده بالتكبيرات. بالتكبيرات العيد إن شاء الله، ثم نختتم بالدعاء من مولانا إن شاء الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. ولله الحمد. كبيرا والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده، وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين
بنا ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ربنا يتقبل منك إن شاء الله بإذن الله. تفضل بقى ندعو ان امن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان افضل الدعاء دعاء يوم عرفه اني داع فامنوا. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وفي الاخرين وفي عليين وفي الملأ الاعلى الى يوم الدين وفي كل وقت وحين، وصل عليه ابدا ابدا يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك. اللهم اشف مرضانا وارحم أمواتنا وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم العظيم أن تغفر ذنوبنا وأن تكفر سيئاتنا وأن تمحو خطيئاتنا بمنك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. ربنا وقفنا على بابك سائلين، ربنا وقفنا على بابك سائلين، فلا تطردنا، طلبنا منك يا سيدي فلا تحرمنا. اللهم لا تغب شمس يوم عرفة إلا وقد رضيت عنا وغفرت ذنوبنا وأعطيتنا مما أفضل ما تعطي السائلين. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا وعطف علينا كبارا. اللهم اجمعنا سويا على عرفات الله. اللهم اجمعنا والسامعين على عرفات الله يا رب العالمين، يا راحم الضعفاء ويا رب المساكين. اللهم اجعله عيد الخير والسعادة علينا وعلى مصرنا الحبيبة بمنك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك يا حي يا قيوم الأعز الأكرم. اللهم حقق أمانينا، اللهم حقق أمانينا، اللهم حقق أمانينا، ورب أولادنا واستر نساءنا، ويمن كتابنا ويسر حسابنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا يا رب العالمين. انظر إلينا في يومنا هذا نظرة بعين رضاك، انظر إلينا
فينا نظرة بعين رضاك لا نشقى بعدها أبدا. اللهم فرج هم المهمومين واكشف كرب المكروبين وقض حاجاتنا وحاجات السائلين واغفر اللهم لنا وللأحياء وللميتين. اللهم اجعلنا عبيد إحسان لا عبيد امتحان واختبار يا رب العالمين. نسألك في هذا اليوم من الخير كله عاجله وآجله ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله يا رب العالمين. يا أكرم الأكرمين يا راحم الضعفاء ويا رب المساكين انظر إلينا الآن نظرة بعين رضاك وقل يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لهم ورضيت عنهم يا رب العالمين. واجعل خير أيامنا يوم أن نلقاك فيه واغننا بفضلك عمن سواك يا رب العالمين. إنك ربي على ما تشاء قدير وأنت نعم المولى ونعم النصير. واجعلنا ممن تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. ربنا يبارك فيك مولانا وينفع بيك وكل عام وحضراتكم بخير. كل عام يعني أولادنا الجمال والفرقة الجميلة بخير. كل عام والسادة المشاهدين بألف خير. ربنا يتقبل منا جميعا صالح الأعمال. اللهم أمين. إن شاء الله ليلة مباركة. ربنا يتقبل دعاكم في يوم عرفات إن شاء الله. ولا تنسونا بالدعاء إن شاء الله بإذن الله. كل سنة وحضراتكم طيبين وأنتم إلى الله أقرب وأتقى. كل عام وأنتم بخير. تصبحوا على ألف خير.